يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة التراويح هل هي 8 ركعات ثم يأتي بعدها 3 وتر، أما المقصود بالتراويح؟ التراويح لم يحدد لها ركعات، حث صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان ولم يحدد، وأيضا قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والصحابة صلوها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرة المهاجرين والأنصار وخففوها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده وكان يطيل إلى القيام والركوع والسجود حتى قرأ في الركعتين 5 أجزاء وزيادة، قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء بركعتين، ويركع مثل قيامه ويسجد مثل ركوعه عليه الصلاة والسلام، من يطيق هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم خففوا الصفة وزادوا في الركعات. فمن أراد أن يصلي صلاة الرسول وهو منفرد بنفسه الله يقويه، أما من يؤم الناس إنه يخفف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. هذا الذي لاحظه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحدد الرسول، لكن هذا كل شيخ الإسلام يرجع إلى نوعية الصلاة، فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات، ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد عدد الركعات مثل ما فعل الصحابة. نعم.